الأسبوع العظيم المقدس وخميس الأسرار كانت مدار حوار أجراه برنامج عين على المشرق الذي يقدمه الأب نبيل حداد على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وعلى فضائية نورسات، وذلك خلال استضافته للمطران المعين الدكتور جمال خضر النائب البطريركي للاتين في الأردن، حيث تناول سيادته العلاقة بين السيد المسيح وشعب الله، وكيف يتعين على الكاهن أن يجمع ويوحد المؤمنين ويزرع فيهم حب الله وحب المسيح وحب الكنيسة من خلال حث المؤمنين على الصلاة والصوم والصدقة والتوبة. المزيد في هذا الحوار. يا سيدنا، متى ينبغي على الأسقف أن يغسل أقدام تلاميذه؟ في الاحتفالات الليتورجية يقوم دائما الأسقف بقداس خاص مع الكهنة ومن أجل الكهنة في صباح يوم الخميس. قبل أن يذهب الكهنة إلى الرعاية للاحتفال هنالك قداس خاص. الأسبوع الماضي كنت في كنيسة القيامة حيث احتفل غبطة البطريرك بيير باتيستا بهذا القداس بحضور أكثر من 200 كاهن موجودين في الأرض المقدسة. وهنالك تجديد لمواعيد الكهنوت لالتزامات الكهنوتية. وهذه مناسبة رائعة. ثم هنالك كل الأحداث التي حدثت يوم خميس الأسرار من تأسيس للقربان الأقدس وللإفخارستية وللكهنوت والغسل الأرجل، وصية المحبة، نزاع يسوع في بستان الزيتون، في نهاية الاحتفالات إلى آخره. ولكن كل هذه الأحداث التي نعيشها في الليتورجية ونعيشها في صلواتنا غدا تتمحور حول وصية المحبة. ما يفسر لنا كل ما قام به السيد المسيح هو محبته لنا التي تصل إلى أقصى حدودها. في بداية الإنجيل العشاء الأخير عند القديس يوحنا يبدأ بهذه الجملة: وكان قد أحب أصحابه الذين هم في العالم فبلغ به الحب لهم إلى أقصى حدوده. هذا هو العنوان، وهذا ما يفسر، هذه الروح التي من خلالها نفهم لماذا ترك لنا سر القربان الأقدس على سبيل المثال، هذه المحبة العظيمة للسيد المسيح. لماذا ذهب إلى بستان الزيتون؟ لماذا حذر يهوذا ولم يمنعه مثلا؟ كل هذه الأسئلة، وحتى نفهم ونعيش علينا أن نعيش بهذه الروح، روح محبة المسيح المضحية التي وصلت به إلى حد أن يبذل نفسه في سبيلنا. وهذا ينطبق على يوم الجمعة أيضا وعلى أحداث آلام المسيح وصلبه وموته، اللي دافعها الأول هو محبته لنا جميعا. وهذه المحبة التي تحثنا نحن أيضا حتى نتشبه بهذه المحبة. لا نستطيع أن نحتفل بالأسبوع المقدس بالثلاثية الفصحية دون أن نعيش كما عاش السيد المسيح بهذه الروح. الحدث اللي دايما يعني مهم للمؤمنين، وهو فعلا مهم، وهو غسل الأرجل. غسل الأرجل اللي السيد المسيح بيعلق عليه وبيقول: إذا كنت أنا المعلم أغسل أقدامكم، عليكم أنتم الآن أن يغسل بعضكم أقدام بعض. المسيح وصل بخدمته إلى أقصى حد ويوصينا أن نخدم بعضنا بعضا، لأن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم ولكن ليخدم ويفدي بنفسه جماعة الناس. فهذه هي الوصية التي تركها لنا السيد المسيح. أولا مطلوب من الأسقف أن يغسل الأقدام، نعم، وهذا سأقوم به في إحدى الرعاية في الأردن. ولكن في يوم يعني اللي نتذكر جميعا أن هذه الوصية لم تكن للكهنة فقط، أولا للكهنة نعم، ولكن هي للجميع، أن نغسل بعضنا أقدام بعض، بمعنى أن نتواضع أمام الآخرين وأن نسعى إلى خدمتهم بكل تواضع على مثال السيد المسيح.